يعني أنتم لاحظتم أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام كان يفطر على ثمرات ثلاثة، ثم يصلي المغرب، ثم يجلس إلى الطعام. ما الذي يحصل؟ أخواننا الكرام، سكر الفواكه أسرع السكاكر امتصاصاً، حتى إن العلماء يؤكدون أنك إذا أكلت تمرة يصل سكرها إلى مركز الشبع بعشر دقائق، يعني أسرع سكر وصولاً إلى مركز الشبع في الدماغ سكر الفواكه. فالإنسان إذا جاع وبدأ طعامه بفاكهة، بتمرات ثلاث، بتفاحة، بضبع حبات من العنب، ما الذي يحصل؟ سكر الفاكهة يصل إلى الدم بعشر دقائق ويتأثر مركز الشبع. الآن صلي المغرب ثم اجلس إلى الطعام، ترى نفسك تأكل باعتدال شديد، تأكل ولست جائعاً جوعاً لا يحتمل. هذا من توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم استنبط هذه الحقيقة من قوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. تقديم الفاكهة على اللحم تقديم توجيهي. وأنا سمعت في بعض البلاد في أوروبا يأكلون الفاكهة قبل الطعام، ولو عودتم أنفسكم أن تأكلوا حظكم من الفاكهة قبل الطعام، الذي يحصل أن سكر الفاكهة يصل إلى مركز الشبع ويتنبأ، ثم يأتي الطعام فتأكل باعتدال. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن له توجيهات كثيرة متعلقة بالصحة. قد يسأل سائل، هذه التوجيهات من عنده، من اجتهاده، من خبرته، من بيئته، من عصره؟ الجواب: ليست من خبرته، ولا من بيئته، ولا من عصره، ولا من اجتهاده، ولكنها وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، يعني الإنسان قد يصاب بمشكلة، هذه المشكلة لا تنقص من قدره، ولكن بطولته في موقفه من هذه المشكلة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون أقواله تشريع، وأفعاله تشريع، وإقراره تشريع. إذاً المشكلات التي حصلت والتي وقف منها الموقف الكامل وقال فيها حديثاً متعلقاً بعلاقاتنا وبشؤون حياتنا، هذا وحي يوحى من الله عز وجل. لذلك سأحاول في هذا الدرس أن أبين توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالصحة. أولاً، كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. أثبت الله لك أيها الأب أنك تطعم أولادك، أثبت الله لك من خلال نبيه ومن خلال هذا الحديث أنك تطعم أولادك، وهذا شأن أي أب في الأرض. يجلب لهم الطعام والشراب، يؤويهم في بيت، يشتري لهم الكساء. لكن الحديث الشريف فيه ملمح دقيق: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. هو يطعمه ويسقيه ويكسوه ويؤويه، ولكن هل نظرت إلى دينه، إلى إيمانه، إلى أخلاقه؟ فكأن هذا الحديث أكبر باعث لنا جميعاً على أن نهتم بتربية أولادنا التربية الإيمانية والتربية الأخلاقية والتربية النفسية والتربية الاجتماعية والتربية الجسمية.
الأبوة مسؤولية، ومعنى مسؤولية أنه يمكن بالأبوة أن ترقى بك إلى أعلى عليين، كما يمكن بالأبوة أن تهوي بالإنسان إلى أسفل سافلين. أيها الإخوة الكرام، يعني من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الماء، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا واحداً كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث. يعني من السنة أن تشرب الكأس على مراحل ثلاث: لا تشربوا واحداً كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث. يعني حدثني أحد الأطباء في عصب اسمه العصب الحائر، وله اسم آخر اسمه العصب المبهم. هذا العصب مرتبط بالقلب وبالمعدة، ولما الإنسان يشرب الماء البارد دفعة واحدة وجسمه في الدرجة 37، ربما تنبه هذا العصب تنبهاً قاسياً فأودى بحياة الإنسان. في أكثر من 10 حالات في العالم موت مفاجئ من شرب الماء دفعة واحدة، ماء بارد وأنت في حر شديد دفعة واحدة. لذلك إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فالسنة إذن مبنية على حقائق العلم: اشرب الماء على مراحل ثلاث: أول مرة والثانية والثالثة. هذا أول توجيه من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. الآن تتمة هذا الحديث: وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. أريد أن نفهم معاً ماذا تعني التسمية؟ كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا تعني التسمية بالعمق؟ أولاً، هذا الكأس من جعله عذباً فراتاً الله عز وجل، هو من ماء البحر أصله، من ماء ملح أجاج. يعني أحياناً تغرق السفينة وينجو بعضهم بقارب نجاة، ويموتون واحداً واحداً من شدة العطش وهم فوق البحار، كما قال بعض الشعراء: كالعيس في الصحراء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. وكم من قارب نجاة مات من فيه واحداً واحداً من شدة العطش وهم على سطح البحر. فلذلك أيها الإخوة، من جعل ماء البحر عن طريق التبخر والأمطار والينابيع ماءً عذباً فراتاً؟ ما معنى بسم الله؟ يعني أنا أشرب الماء الذي خلقه الله عذباً فراتاً، الذي صنعه الله عذباً فراتاً، الذي سخره الله لي عذباً فراتاً. أنت في كل قضية تسمي الله عز وجل فيها، يعني انتبه إلى هذه النعمة. واحد دخل لبيته قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من أعطاك هذا المأوى؟ واحد أكل طعام يحبه وجسمه يحتمل هذا الطعام وجسمه صحيح، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من خلق هذا الطعام؟ عود نفسك أن البسملة تعني لفت نظر لهذه النعم. دخلت لبيتك، ركبت مركبتك، أمسكت ابنك، البسملة تعني لفت النظر إلى أن هذه النعمة من عند الله، وأنت تستخدمها وتنعم بها بسم الله. المعنى الثاني:
الإله العظيم كيف أمرك أن تشرب عن طريق نبيه؟ أن تشرب على مراحل ثلاث، فكأن البسملة تعني شيئين، تعني أن هذه نعمة، وأن هذه النعمة ينبغي أن تستعملها وفق منهج الله. هذا معنى البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم فضله، باسم كرمه، باسم نعمه، ووفق منهجه. باسم نعمه، باسم فضله، ووفق منهجه أشرب هذا الكأس. فلذلك أول توجيه: لا تشربوا واحداً كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. واحد سأل أمير المؤمنين، قال له: يا أمير المؤمنين، بكم تشتري هذا الكأس لو منع منك؟ قال: بنصف ملكي. قال: لو منع إخراجه؟ قال: بنصف ملكي الآخر. أن تشرب والكليتان تعملان بانتظام. يعني الأسبوع الماضي أخوين كريمين فجأة اكتشفا أن الكلية متعطلة. ماذا يعني تصفية البول عن طريق كلية صناعية؟ ماذا يعني؟ يعني 8 ساعات وبالأسبوع 3 مرات؟ أما هذه الكلية التي أودعها الله فينا بحجم البيضة، تعمل بانتظام، تصفي الدم. إذاً إذا شربتم فسموا، وإذا رفعتم فاحمدوا. هذا التوجيه. بالمناسبة أيها الإخوة، إذا دخل الإنسان إلى بيته فألقى السلام، وجلس إلى الطعام فسمى الرحمن، يقول الشيطان: ليس لكم في هذا البيت لا مبيت ولا عشاء. فإذا دخل ولم يسلم يقول الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا جلس إلى الطعام ولم يسمي يقول الشيطان: أدركتم العشاء. فإذا دخل ولم يسلم وجلس ولم يسمي يقول الشيطان لإخوانه: أدركتم المبيت والعشاء. أيها الإخوة، من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام: مصوا الماء مصاً ولا تعبوه عبداً فإن الكباد من العبد. مصوا الماء مصاً ولا تعبوه عبداً فإن الكباد من العبد. إذاً أن نشرب ثلاثاً، وأن نشرب مصاً، وأن نشرب قعوداً. إذا شربت فاجلس، إلا أن ماء زمزم مستثنى.